بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، أقول يلا استوت في دورة الطي حق الحدث العود عانين سبق نقوهن الدانة دبي مركاض خصص يا أهل الهين وللشندغة وكل على بشي شاره وتسعيرة فطابين. شكرا أيها الإخوة لنادي دبي لسباقات الأجنة العربية الأصيلة. بسم الله على بركة الله وحفظه. شوطنا الخامس ينطلق ونذكركم بصاحب التوقيت الأفضل دائما هل الابديع هناك حمدان بن عبد الله بن شطيط بن قميش الشتمي. دقيقتين 9 ثواني عودة إلى مقدمة الشوط. الله شواهين لمحمد بن سالم بن أسود العامري نقلتنا على الظبي في المركز الثاني. عبد الله بن عبيد بن خليفة بن ساحر بينما اللي في المركز الثالث سليطة ومحمد بن عبد الله بن شميل. انتقل وياكم إلى المركز الرابع. عطني المركز الرابع أشوف من الجانب الآخر نهب وأحمد بن حميدي بن عبد الوهيبي بينما اللي في المركز الخامس هناك وصلت بلقيس وحمد بن عبد الله بن خالد البلوشي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. شوف المعارك، شوف الأسامي التي اقتربت أيها الإخوة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن اللي بالتسعيرة اللي بالمساد يقترب من هذا الحدث أيها الإخوة، يقترب من هذا الحدث. أنا أتمنى التوفيق. خليفة بن عبيد بن خليفة راعي الشوط الأول يقدم لنا منصورة. هناك لهب من الجانب الآخر أحمد بن حميد بن عبد الوهيبي. المركز الثالث مع الخاطري جتمني شوي ولكن هناك مع حمد بن خالد البلوشي أيضا حمد بن عبد الله بن خالد البلوشي. المركز الرابع غيرت إلى أول المراكز. ما شاء الله متعبة وسعيد بن محمد بن علي بن عمير الراشدي. اللحظات الأخيرة إلى العين إلى العين إلى العين إلى العين. ثلاثية ثلاثية إلى المركز الأول، ثلاثية إلى مقدمة الشوط. نتمنى كل التوفيق لمن الناموس. لا نهب 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 أحمد بن حميد بن عبد أحمد بن حميد بن عبد الوهيبي المركز الثاني. هناك أيها الإخوة للسيد حمد بن عبد الله بن خالد البلوشي المركز الثالث. مستمعين الأعزاء سعيد بن محمد بن علي بن عمير الراشدي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. الله الله دقيقتين 14 ثانية 83 جزمنا الثانية. ياهي معركة أيها الإخوة، ياهو صراع، ياهي قوة أيها الإخوة في انطلاقات هذه التسعير الكبيرة، انطلاقات هذا المزاد الكبير الذي يحدث هنا بإمارة دبي حفظهم الله ورعاهم أصحاب السمو الشيوخ لدعمهم لهذه الرياضة، لدعمهم لهذه الأفكار النيرة والجميلة. نتمنى كل التوفيق، نتمنى كل ما هو جميل في رياضتنا العربية الأصيلة. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز. دعناها عليكم بالوفاء والتمام.